الاستعدادات اللي بتتم في شرم الشيخ متواصلة لاستضافة قمة المناخ كوب 27، ويعني بيتم تجهيز المنطقة الخضراء اللي هتستقبل فعاليات المؤتمر. ده غير انه كمان تم تجهيز حديقة السلام البيئية اللي مقامة على مساحة 33 فدان، واللي هيتم فيها تنظيم الفعاليات الجانبية للمؤتمر وعرض جهود الدولة المصرية للتكيف مع التغيرات المناخية. قمة المناخ كوب 27 واللي بتقام في نوفمبر المقبل بإذن الله بتقام في منطقتين، المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء اللي احنا متواجدين فيها دلوقتي، بالإضافة لحديقة السلام النباتية المقامة على 33 فدان وبتضم مجموعة كبيرة من النباتات. النهاردة هناخدكم في جولة في حديقة السلام النباتية ومحيط المنطقة الخضراء. مدينة السلام شرم الشيخ على موعد يوم 6 نوفمبر القادم مع قمة المناخ كوب 27. الكثير من الاستعدادات والتجهيزات شهدتها المدينة لاستقبال هذا الحدث الدولي، وكان من أهم المناطق التي تم إنشاؤها وتطويرها ورفع كفاءتها هي المنطقة الخضراء وحديقة السلام البيئية. حضرتك دلوقتي موجود في حديقة السلام. حديقة السلام انشئت سنة 2001 وهي على مساحة حوالي 33 فدان، لكن خليني أشرح لحضرتك إيه آخر التطورات اللي تمت فيها. حديقة السلام تم رفع البنية الأساسية، رفع كفاءتها تاني استعدادا للمؤتمر المناخ اللي هيتم استضافته إن شاء الله كوب 27 هنا في شرم الشيخ. المسرح الروماني وده يظهر، ممكن يكون ظهر في خلفي دلوقتي، المسرح الروماني ده هيستوعب الأنشطة الجانبية اللي هتتم أثناء انعقاد المؤتمر. أصلا حديقة السلام فيها ثلاث مباني أساسية منذ إنشائها: دايوراما سينا للتنوع البيولوجي، مركز المعلومات للتنوع البيولوجي، متحف السلام البيئي. هو كان الهدف منها ان احنا نستوعب الانشطه اللي هتتعمل. احنا عندنا ضيوف بعدد كبير يمكن ما حصلش في اي مؤتمر تنوع بيولوجي قبل كده، هيعدي ال 40,000 مدعو هيكون موجودين في المنطقه، فكان لازم يبقى في عندنا مكان. اسمح لي السؤال ده يوديني عند المنطقه الخضراء. عندنا هنا في خلف المبنى اللي قدامنا مبنى الديوراما، في المنطقة الخضراء دي على مساحة حوالي 12,000 متر مربع. دي مش مجرد منطقة، ودايما كانت معالي وزيرة البيئة في أكتر من لقاء بتأكد إن دي هي دي المنصة اللي هتمكن مجتمع الأعمال بالشركات والمؤسسات، المرأة، الشباب، المجتمع المدني بالكامل، إن هو يعبر عن رأيه وإن هو يعرض فكرته. ومش كده وبس، ده هتكون همزة وصل ما بينهم وما بين الوفود الرئاسية اللي هتيجي هنا، هتشارك في قاعات المؤتمرات وفي المنطقة الزرقاء وهتناقش الموضوعات الأساسية والحيوية لتغير المناخ في العالم. تعرض فيها مجموعة من الأنشطة السايد ايفنتس زي الأنشطة الجانبية، من فنانين، من يعني في هنا بعض الحاجات الفن اللي هيتعرض مبني على إعادة تدوير في المكان هنا في الحديقة، إعادة تدوير المخلفات. في عندنا حاجات هتبقى في موسيقى معينة، زي ما في هوية بصرية للمكان هيكون في هوية سمعية برضو للمكان. غابة شجرية على مساحة 15 فدانا وحديقة بيئية مقامة على 33 فدانا تضم العديد من النباتات الطبية والعطرية البرية المهددة بالانقراض في سيناء. تم إعادة تأهيل هذه المساحات بالكامل، حيث تضم الحديقة نحو 40 نوع من النباتات. حديقة السلام البيئية تضم متحف السلام والبيئة، وهو يضم أهم معاهدات السلام لمصر، وكان أقدمها معاهدة لرمسيس الثاني. كما تضم أيضاً متحف ديودراما سيناء للتنوع البيولوجي، وهو عبارة عن عرض متحفي لمحتويات محميات سيناء، بالإضافة لمركز معلومات التنوع البيولوجي وهو يحكي قصة الإنسان وحياة الكهوف منذ 11,000 سنة. وحديقة السلام أقيمت تحت مسار مهبط الطائرات لتكون أول نقطة يشاهدها زوار المدينة الصديقة للبيئة. موقع حديقة السلام البيئية تقع أمام قاعة المؤتمرات الدولية، وده يعتبر موقع مميز جدا جدا،
وخاصة أيضا إن هي تعتبر من الأماكن الهامة جدا على ممر هبوط الطائرات اللي جاي من جميع أنحاء العالم ومشاركة خاصة في المؤتمرات القادمة المستقبلية وخاصة مؤتمر التغير المناخي الكوب 27. فعلا تم إنشاء الحديقة في مسار هبوط الطائرات، وأثناء الهبوط يستطيع أي راكب إن هو ينظر بنظرة سهلة جدا لشكل الحديقة المميز اللي هو بيعبر عن السلام والمحبة في الشكل اللي هو القلب في قلب الحديقة، القلب الشكل باللون الأبيض، وبيحيط بغصنين الزيتون المميزين بأشجار القطف المميزين باللون المميز الأخضر، ويتوسطهم الرمز نهر النيل بفرعيه رشيد ودمياط، ويربط ما بين متحفين، متحف السلام والبيئة وديرام التنوع البيولوجي، وهو المقصود به علاقة السلام المهمة والعلاقة بين السلام والبيئة. كلما حافظنا على السلام كلما ظلت البيئة بخير، وطالما بقت البيئة أصبحت البيئة مميزة وليس هناك أي أثر سلبية عليها. حديقة السلام البيئية يوجد بها نباتات برية مميزة اختيرت بعناية لكي تحافظ على الأنواع المهددة بالانقراض. بها أنواع مميزة زي نبات السكران، هذا النبات يستخدم في الأغراض الطبية خاصة أغراض طب الأسنان، لأنها تستخدم كمستخلص طبي للمخدر اللي يستخدم في التخدير في الأسنان. أما الغابة الشجرية حضرتك فهي مساحة على 15 فدان موجود فيها أشجار، الهدف منها هي امتصاص المياه الزائدة عن الحد والمردود الاقتصادي من بيع هذه الأشجار، وتوجيهات الحالية والمستقبلية هي زراعة أشجار أكثر مردوداً اقتصادياً كمنتج للأخشاب المميزة في مصر.